عمل الإمام الحسين صلوات الله عليه كان عملا استثنائيا في جميع أبعاده، يعني ما أظن أكو هنالك شيء يتصور وسيد الشهداء لم يبتل به ولم يمتحن به. الله عنده قانون في هذا الكون، قانون التعويض. حتى الكافر إذا يقدم أقل عمل الله يعوضه. حاتم الطائي كان كافرا ولكنه كان جوادا، الله عوضه. هذه التضحية الكبيرة، هذه التضحيات الكبرى، الله سبحانه وتعالى عوضه بتعويض استثنائي. هذا الاستثناء خاص بسيد الشهداء. هذا التراب، هذا من الناحية التشريعية محرم، ومن الناحية التكوينية ضار، ولكن تراب سيد الشهداء يمثل استثناء تكوينيا وتشريعيا معا، شفاء وأمان. هاي القضية معروفة، قضية السيد البروجردي رحمة الله عليه، أن عينه ضعفت وكانت تؤلمه بشدة، وراجع الأطباء ويأس من العلاج. المعزين دخلوا إلى بيته وعلى جباههم الطين، طين سيد الشهداء يعني طين العزاء. يقول مرة واحدة فكرت أن أخذ شيء من هذه التربة وأضعها على عيني، الشيء اللي كان مأيوس منه عاد إليه بصره ونظره وعافيته. عندما كان عمره 89 عام الأطباء فحصوه، شافوا كل شيء ما بي، ونظره كان أفضل من الآخرين. هذا التعويض الاستثنائي الذي قابل الله به العمل الاستثنائي لسيد الشهداء.